إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا ووالدينا وأحبتنا وجميع المسلمين من النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، وأن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده المؤمنين والمؤمنات ما تحفظ به أعراضهم وما تصان به كرامتهم ويصان به شرفهم، ومن ذلك هذه الأحكام العظيمة المذكورة في سورة النور، والتي تنور الطريق أمام الرجل والمرأة على حد سواء، تنير الطريق كي لا يقع الرجل في ظلمات الجهل وظلمات الفساد والفسق وذهاب المروءة والأعراض، وتنير طريق المرأة كي تبقى مصانة محفوظة بحفظ الله وستر الله لها. عباد الله، في الخطبة الثالثة عشرة من سورة النور، ما زلنا مع هذه الآيات الجليلات التي تعلم نساءنا من هم الرجال الذين ينبغي أن تستر عنهم كامل جسمها وكامل زينتها، ومن هم الرجال الذين يجوز لها أن تخفف من ملابسها لأنهم محارم، محارم لها. وذكرت الآية 12 صنفا من أصناف الرجال الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم: بعولتهن وآباؤهن وآباء بعولتهن وأبناؤهن وأبناء بعولتهن وإخوانهن وبنو إخوانهن وبنو أخواتهن ونساؤهن وما ملكت أيمانهن والتابعون غير أولي الإربة من الرجال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولم تذكر الآية العم والخال. قال أهل التفسير: العم والخال بمنزلة الأب، العم والخال بمنزلة الأب، واستدلوا بآيات أخرى: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فسمى العم أبا، فسمى العم أبا، وكذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخالة أما، فقال الخالة بمنزلة الأم، إذن فالخال كذلك بمنزلة الأب، فيدخل العم والخال في هذه الآية
عند قوله تعالى أو آبائهن أو آبائهن. فالآباء يشمل الآباء والأجداد والأعمام والأخوال، كل هؤلاء يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم، لكن مع الحشمة والوقار. لأن كاين بعض النساء تقول يعني عمي وبا وخيار راه يعني ما كاين مشكل، ولكن هناك يعني لباس محتشم، ما يكونش لباس اللي كتلبس أمام الزوج ديالها ويضيق على مفاتنها ويضيق يعني على رجليها وتلبسه أمام يعني أبيها وأمام أخيها. فلا بد من الاحتياط أيضا، بمعنى تخفيف الحجاب أمام هؤلاء الرجال يعني جائز، لكن تخفيفا لا يصل إلى عدم الاحتشام، خصوصا في زماننا الذي بدأنا نسمع فيه غرائب وقصص من زنا المحارم وغير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فهذان الصنفان يجمعهما أمر، وهو عدم الشهوة في النساء، عدم الشهوة في النساء، فيتساهل فيهما ما لم يكونان يطلعان الرجال على عورات النساء. وقد سبق بيان ذلك، بمعنى أن الطفل الذي لا شهوة له في المرأة أو العنين الذي لا شهوة له في المرأة يجوز للمرأة أن تخفف يعني زينتها، لكن إذا كان هذا النوع ممن لا يصفون النساء للرجال الآخرين. بعد أن ذكر الله عز وجل أنواع الزينة المتعلقة بالبصر، ذكر سبحانه وتعالى بعض أنواع الزينة المتعلقة بالسمع، لأن المرأة قد تجلب الرجل يعني ما تظهر له أمام عينيه فتؤثر على بصره، وقد تؤثر على الرجل بما يسمعه بأذنه. قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي لا يضربن الأرض بأرجلهن ليصدر صوت من حليهن، لأن هناك حلي للمرأة في يديها كالخلخال يعني ويعني كالإسوير الدبالج مثلا، والخلخال الذي في الأرجل كذلك يصدر الصوت، وهذا الصوت يجلب الرجال. وذكر العلماء المعاصرون قالوا الكعب العالي يعني ذاك الطالون العالي يصدر أصواتا كذلك مثل الخلخال، كتمشي المرأة في الطريق وكتسمع طق 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 طق، هذا أيضا يجلب قلوب الرجال. فلذلك حرم على المرأة أن تلبس هذه الأحذية التي تصدر الأصوات وبها تفتن الرجال. والله عز وجل قال لكل امرأة مؤمنة ولا يضربن بأرجلهن، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فيؤخذ من هذا قاعدة سد الذرائع، لأن هذا الصوت الذي تصدره المرأة يكون ذريعة لأن ينظر الرجل من هذه التي تمر، شكون مولات هذا الصوت اللي دايز، نشوف، وبالتالي ينتقل من السمع إلى النظر وإلى البصر، فسدت هذه الذريعة. ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات بالتوبة. اللي كانت يدير شي حاجة من هذه الأمور اللي ما فيهاش غض البصر أو النظر إلى المحرمات أو النظر إلى صور العاريات أو النظر إلى يعني ما فيه الحرام، فليتوب إلى الله. والمرأة التي تكشف عورتها وتكشف زينتها وتضع صورها في المواقع الإلكترونية أو تضع فيديوهات في المواقع الإلكترونية لتجلب الرجال، يجب أن تتوب إلى الله. الله كريم سبحانه وتعالى دعا عباده إلى التوبة، لأنه سبحانه وتعالى رب رحيم، فإنه شخص الأمراض وبين العلاج،
شخص هذه الأمراض التي تكون في المجتمع من النظر المحرم والخلوة بالنساء وما يؤدي إلى الفجور والزنا والفساد، ثم أرشد سبحانه وتعالى إلى باب عظيم مفتوح إلى يوم القيامة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، وهو باب التوبة إلى الله. هذه المرأة التي فتنت الرجال بجمالها وزينتها يجب أن تتوب إلى الله عز وجل. وهذا الرجل الذي انبهر بهذه المرأة ونظر إلى عورتها سواء في الواقع أو في المواقع، سواء في الواقع في الشارع مباشر أو في المواقع الإلكترونية، يجب أن يتوب إلى الله. قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله، دعوة من الله عز وجل إلى عباده المؤمنين، وتوبوا إلى الله جميعا، رجالا ونساء، شيبا وشبابا، الكل يجب أن يتوب إلى الله. ما تقولش أنا ما كندير والو، راه كل واحد عارف راسه، لما تيدير شوية راه تيدير بزاف، لما تيدير بزاف راه تيدير شوية، كل واحد عارف راسه. وربي عز وجل قالينا وتوبوا إلى الله جميعا، ما قالناش أيها المجرمون أيها الفاسقون أيها الظالمون، وإنما برحمته سبحانه دعانا باسم الإيمان فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لكي أمنوا بالله وتخافوا الله وتعرفوا باللي الله شافهم من اللي داروا، وشافهم من اللي سمعوا، وشافهم من اللي فكروا، وشاف داكشي اللي في القلوب ديالهم وفي الضمائر ديالهم، وداكشي اللي ما كيطلعوش عليه الجن والإنس، ولا يطلع عليه المخلوقات، لا يطلع عليه إلا خالق المخلوقات. فلذلك قال لك توب إلي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من التائبين، اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا، وامحو خطايانا وزلاتنا يا رب العالمين. آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، تضمنت هاتان الآيتان أحكام مهمة يجب أن تعلمها المرأة. أولا، لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجل بشهوة، كما أن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة بشهوة، فكذلك المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل بشهوة. أما إذا كانت مثلا تشوف الرجل مثلا تدير الدرس أو الخطبة أو كذا ولا تنظر إليه بشهوة، فهذا النظر جائز. أما النظر الذي يعني يكون بشهوة فهو محرم. واللي كيفرق بين هاد الجوج الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المطلع على قلوب العباد. كذلك يحرم نظر المرأة إلى كل ما يخشى منه الفتنة، من الفتنة ولو إذا نظرت إليه، أي حاجة يخاف منها الفتنة عليها لا يجوز لها النظر إليها. كذلك يجب على المرأة صرف نظرها إن وقع على عورة من العورات، كما تحدث القرآن مع الرجل تحدث مع المرأة، إذا شفت شي عورة النظر الأولى لك والثانية عليك، يجب أن تصرف النظر مباشرة. رابعا، لا يجوز للمرأة أن تكشف عن عورتها أبدا. خامسا، يحرم على المرأة أن تلبس الملابس الرقيقة التي تشف عن جسمها، لا يجوز لها أن تلبس ما يشف، بمعنى ما يبين لون الجلد، وما يصف ما يبين حجم الجسد. ولا يجوز لها أن تظهر شيئا من زينتها إلا ما يظهر رغما عنها، اللي قال فيه الله تعالى إلا ما ظهر منها، شي حاجة اللي ماشي بخاطرها. ويجب على المرأة أن تختمر، أي تضرب خمارا على فتحة ثوبها التي يخرج منها الرأس، وهي النحر، واللي سمى الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. كذلك يحرم على المرأة أن تتزين أمام الأجانب حتى يروا زينتها الخفية. ولا قلنا الأجانب يعني اللي ماشي محارم، ماشي الأجانب هما اللي خارج الدولة، ولكن الأجانب هما الذين ليسوا محارم، هذوك 12 واحد اللي ذكر القرآن الكريم يعني كلهم محارم، غيرهم يسمون بالأجانب. ولا يجوز للمرأة
أن تتزين أمام خادمها، وهذا تنبيه النساء يعني اللي عندهم خادم في البيوت، فذلك الخادم إذا ما كانش من المحارم ديالها يعتبر أجنبية. ما تقولش هذا غير خدام، هذا غير خدام عندنا ماشي مشكل. وكم سمعتم من مشاكل الخدم ومشاكل الخادمات عندما لا يتحرون شرع الله ولا يتحرون أمر الله ولا يستجيبون لهذه الأوامر الربانية التي هي عين الرحمة. ثم يجب على الجميع الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فقد فتح لنا هذا الباب، باب الرجوع إليه والتوبة إليه والفرار إليه والبكاء بين يديه والخشوع عند سماع عقابه والرجاء والطمع في رحمته سبحانه وتعالى. فإنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من التائبين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اهد شبابنا لطاعتك، اللهم اهد شبابنا وبناتنا ونساءنا لطاعتك، اللهم اهد كبارنا وصغارنا إلى مرضاتك يا رب العالمين. اللهم من كان منا مريضا فاشفه، اللهم من كان مريضا أو طريح فراش أو يعاني من ألم المرض فأقمه من فراشه سالما غانما، فإنك على كل شيء قدير. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم من كان له هم أو كربة تقض مضجعه فنفس عنه كربته يا أرحم الراحمين. ومن كان له دين يصهره بالليل فأد عنه ويسر له أسباب أداء دينه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم افتح الأبواب ويسر الأسباب لجميع الشباب والشياب الذكور والإناث، ويسر أسباب توسيع هذا المسجد، وبارك في كل من يسارع في ذلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق حكام ولاة أمور المسلمين لما فيه خير وعزة الإسلام والمسلمين. اللهم وفق وأعن ملكنا محمد السادس لما تحبه وترضاه. اللهم أصلح به البلاد والعباد، اللهم أجري الخير على يديه يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي العهد الأمير مولاي الحسن وسائر الأسرة الملكية يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.